انتيا الساكنه المستويه راضيه بهذا الشيء، زادوا عليك في الاسعار ديال المعيشه كامله وساكته، كتشموا الخنز ديال ماروك شيمي وساكتين، ضايعين بحقكم المشروط وساكتين. ان الماء الشروب اصبح ملوث غير صالح للشرب بتاتا، ذو رائحه كريهه، كيف ما شفنا الوكاله المستقله للماء والكهرباء لاراديس خرجت بواحد البلاغ، بلاغ توضيحي اللي في الاصل هو بلاغ كاذب. الوكاله المستقله تستحمر المواطن الاسفي وكتخرج بداك البلاغ اللي كان اصلا اللي طمسات فيه الحقيقه وما قالش حقيقه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لجريدة أسفي الآن على هذا الحضور الطيب، كنشكركم مرة أخرى وكنوجه جزيل الشكر، تحية الشكر والتقدير والاحترام لك خويا رضا حميمو والأب مدير جريدة أسفي الآن، الأب ديالك، كنقول لكم شكرا للحضور ديالكم اليوم. كيف ما كتشوفوا اليوم كاين حضور ديال الساكنة الأسفية، حاضرين الشرفاء والأحرار ديال مدينة أسفي من أجل التنديد بهذا العمل الإجرامي اللي كتقوم به شركة لاراديس اتجاه الساكنة الأسفية، لأن الماء الشروب أصبح ملوث غير صالح للشرب بتاتا، ذو رائحة كريهة، كيف ما شفنا الوكالة المستقلة للماء والكهرباء لاراديس خرجت بواحد البلاغ، بلاغ توضيحي اللي في الأصل هو بلاغ كاذب لا أساس له من الصحة. الوكالة المستقلة تستحمر المواطن الأسفي وكتخرج بداك البلاغ اللي كان أصلا اللي طمسات فيه الحقيقة وما قالش حقيقة، العوض اللي كان أنها تخرج وتقول الحقيقة، ما وضحوش للناس وما وضحوش للمواطنين والسكان ديال مدينة أسفي، ما قالوش حقيقة، قالوا فقط بأن الماء كيتوفر على معايير ذو جودة عالمية وعالية. للأسف الشديد الواقع يكذب هذا البلاغ. نحن سكان مدينة أسفي لحد الساعة ولحد الآن لا زال الماء ملوث ولا زال الماء ذو رائحة كريهة، رائحته لا تطاق، لا يصلح للشرب ويشكل خطر كبير على صحة المواطنين. لهذا وجب من المسؤولين، وجب على سيد العام الإقليم التدخل على وجه السرعة لوقف هذا العبد ديال هذه الشركة ديال لاراديس، وجب على السيد وكيل العام لجلالة الملك إعطاء أوامر فتح تحقيق معمق في العمل الإجرامي اللي كترتكبه شركة لاراديس، لأن الماء ملوث ذو رائحة كريهة لا يصلح بتاتا للشرب ويشكل خطر كبير على صحة المواطن الأسفي. وشكرا لجريدة أسفي الآن وشكرا للأحرار الشرفاء اللي حضروا لهذه الوقفة الاحتجاجية. إن شاء الله كنتمناو الرسالة توصل للمسؤولين، وكنقول للمسؤولين من هذا المنبر فيقوا شوية من الناس، اليوم الصحة ديال المواطنين راه في خطر. وشكرا جزيلا لأسفي الآن. السلام عليكم، تحية لجريدة صافينة وعلى هذه الاستضافة. معكم محمد الخيراء، عضو بالهيئة الإقليمية تتبع وتدبير السياسات العمومية. بالنسبة للوقفة اليوم هي وقفة احتجاجية على المادة الحيوية اللي هي الماء. كما كنعرفوا أن الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له، ولكن احنا كمستهلكين مدينة أسفي كنلاحظوا أن الماء عنده واحد الرائحة اللي هي النتنة، عنده الطعم اللي هو غير صالح للشرب، وفي حين أننا كذلك كنطلعوا على البلاغ ديال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وكنوجدوا أنها كتقول لك أنه صالح للشرب، في حين أن أغلب المواطنين يعانون من هاته الروائح ومن هاته من هذا الماء يعني اللي هو غير صالح للشرب. وشكرا لكم الإخوان وعلى نغمات وحناجر الساكنة الأسفية اللي حاضرة اليوم.
حاضر اليوم حاضرين في هذه الوقفة لنبلغ الصوت على أننا نحتج على الروائح والمذاق ديال الماء اللي من كان كيتقال عليه بأنه الماء صالح للشرب للأسف، ولكن سجلنا في الماء الآونة الأخيرة بأنه كاينه واحد الريحة في الماء، واحد الريحة اللي ما كتخليكش أنك تسميه ماء صالح للشرب. خرجنا مشينا للبراج شفنا بأنه الماء كاين ناقص، كاين فيه يعني كاين فيه الخز وكذا، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش بأنه غيوصلني الماء ديال البراج أنا بديك باللي فيه. كاين ستاسيون ديال التريتمو، يعني خاص من المفروض أنه الماء يوصل مزيان، ولكن للأسف كتوصل فيه واحد الرائحة. هنا كيطرح السؤال منين جات هذه الريحة؟ إلا كانت في البراج راه خصها تكون تحيدات في ستاسيون التريتمو، ولكن هي من بعد ستاسيون التريتمو كتوصل للمستهلك. يعني راه كاين مشكل يا إما في التريتمو وإما في الكاناليزاسيون، يعني في هذيك القنوات ديال اللي كتوصل الماء للمستهلك، ربما أصابتها تشققات، ربما ناض فيها الخز من الداخل ولا فيها مشاكل. كان اليوم كنوجهوا هذا النداء للمسؤولين باش يدخلوا ويلقاو حل آني وعاجل، لأن الماء راه كيتعلق بالصحة ديال المواطن، والصحة ما يمكنش يتستهتر بها. خوتي المغاربة داخل أرض هذا الوطن الجريح وخارج أرض هذا الوطن الجريح، وتحية نضالية لجميع الأحرار، والله يطلق جميع المعتقلين السياسيين. ومن هذا المنبر كان بنوجه واحد الميساج للساكنة المسفيوية على عدم المياه ديال اللي كنشربوا ديال الخنز، وكنخلصوا الواجبات ديالنا الاراضيس وكنشربوا الخنز. واش انت يا الساكنه المسفيويه راضيه بهذا الشيء؟ زادوا عليك في الاسعار ديال المعيشه كامله وساكته، كتشموا الخنز ديال ماروك شيمي وساكتين، ضايعين بحقكم المشروط وساكتين، وغتبقاو تشربوا هذا الماء الخانز بحال هكا وساكتين. والساكنة المسفيوية في هذا الحضور هذا هو فيناو؟ والساكنة المسفيوية في هذا الحضور الكريم؟ حنا راه كنتسائلوا شكون المسؤول علينا في هذه المدينة؟ أنا بعدا كنقدم هذا الميساج، كنقدمه للمدير ديال الأراضيس، وكنقدمه لسيدهم العامل اللي هو كعب ديالنا في هذه المدينة هذه، وعنده علم وعنده دراية من بعد الفيديوهات اللي داروا في مواقع التواصل الاجتماعي ديال الجيفة ديال الجوتات ديال الكلاب وديال شحال من حاجة في السد ديال المياه اللي كينقل مياه الشرب للساكنة الأسفية كاملة خانزة. واش ماشي عيب وعار؟ رجعنا من الماء كل شيء حي، حنا بينا نعرفوا هذا المشكل ديال الماء كي دار تا ولا خانز. واش هاد المافيا اللي كتحفر على الكنوز واش بقات كتحفر تضربت الشعب ديال المياه تا ولا كيطلع لينا الماء مخلط مع الواد الحار؟